نيجي بقى دلوقتي نعمل سينابون للعيله برضو كلها، برضو مالكش دعوه بيه. السينابون ده بس على فكره هو ممكن يتعمل ببني، بدقيق بني، بس انا بضيف له حاجات كتير، يعني فيها زبده، فيها سكر، بس ممكن احط سكر بني برضو، بس برضو بلاش احسن، بلاش يعني بلاش المعجنات بالنسبه للي عايز يعمل دايت، يدوقها من بعيد يعني، يشاور عليها بس كده خلاص. فهنعمل دلوقتي سينابون بطريقه بسيطه جدا. انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، هحط لهم، انا عندي 3 مقادير واخدين بالكم معايا، يعني دي العجينه وعندي حشوه وعندي التوبنج اللي فوق او وش السينابون. السينابون ده غالي جدا مع ان كل تكلفته بسيطه خالص، هو كل الموضوع في الوش اللي بيحطه لهم، هم بيكلفوه كتير جدا فعشان كده بتلاقيها غاليه. فانا عندي هنا العجينه عباره عن ايه، بص 3 كوبايات الدقيق دول حط عليهم نص كوبايه زبده، نص كوبايه زبده، بيضة، معلقة كبيرة خميرة، فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر. هديها بقى ايه الحشوة، يا سكر بني وقرفة، يا اما سكر عادي وعليه عسل اسود وقرفة. خلاص. الوش بقى اللي هحطه لها، عندي لبن مكثف وشوكولاتة مبشورة او سكر بودرة وشوية لبن، طبعا على قد ايديك تعملي اللي انت عايزاه. انا عايزه اعمل وش غالي، فاروح جايبه لبن مكثف وهحط له شوكولاته مبشوره. لا انا مش عايزه اكلف نفسي وعايزه اعمل حاجه كده حلوه قوي وسعرها حلو جدا، قليله جدا ما كلفتنيش حاجه، يبقى سكر بودره وهدوبه في شويه لبن بس. انت على قد ايديكي هنمشي نفسنا، اوكي؟ فهنعمل العجينه بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر كبيرة برضو، رشة الملح. العجينة ما فيهاش سكر عشان أنا هحشيها بسكر وهيبقى عليها وش، فكفاية قوي لازم أكسر بحاجة ما فيهاش سكر. أقلبهم مع بعض كده، يبقى أنا كده 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق عليهم معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر ورشة الملح. هحط لها نص كوباية الزبدة، زبدة طرية، والبيضة، وفانيليا 2 باكو فانيليا، وشوية مية صغيرين. بصوا بقى كده، هي بتلزق، مش عايزاها بتلزق، انا عايزاها طريه بس ما بتلزقش، فلازم ازود لها شويه ايه، دقيق كده. تمام كده، كده حلو قوي زي الفل. اروح سايباها ايه، تخمر بقى، هتخمر هتبقى بالشكل ده. هو المقدار ده، هو ده. النشابة افردها زي المستطيل، وممكن تعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، يعني اغلب السينابون اللي بتباع بره كبيره قوي. عندي السكر، هحط عليه العسل الاسود علشان ايه، ارجعها اعمله سكر بني. السكر البني هو اللي غالي شويه او شويتين كمان، مش شويه بس. انما الدي البني لا، اصل انا قعدت خدت لي جوله كده عشان اتقص على الاسعار، بقى لي مده مش عارفه الاسعار ايه، فقلت ايه الف كده واعرف الاسعار شكلها ايه، وبحيث نعوض الحاجه اللي نعرف نغيرها نغيرها. بص شويه قرفه بقى، انا وزعت كده السكر اللي بالعسل الاسود، وابدا اديها ايه شويه قرفه. بسيطه كده، رشات رشه كده، يا رشه. تمام كده خلاص، ابدا ارولها بقى، اعملها ايه، ادورها جواها العسل والسكر والقرفه.
ابدا كده، ودي من الحاجات اللي مهمه قوي ان انا اسيبها تخمر بعد ما ايه ما بعد ما اقطعها. هوريكي دلوقتي كده يعني مثلا ايه، نجيب سكينه بس. كده وتخنها شويه اهي كده، وابدا اضغط عليها كده كده، واروح احطها كده. طب كلهم في الصينيه وادخله، اسيبهم يخمروا تاني وادخلهم الفرن. لو انا عايزاها تفرد على كده يعني هتبقى تدخن كلها مره واحده، هبعدهم عن بعض في الصينيه. لو انا عايزاها تطلع ببوز، في ساعات بنشتريها بتبقى ايه البوز بتاعها اللي جوه ده طالع لفوق كده، يبقى هنضيق الايه حاطه الصينيه يعني احطهم. لو انا عايزاها واسعه كده تطلع زي ما هي منفوشه حلوه قوي كده. طب انا عايزاها، لا انا عايزاها تطلع ببوزه من جوه كده، اروح مزنقه احط كده كده، فتلاقيها ايه خدت الخمر بتاعها لفوق. تمام، فانا هخليها وسط، لا خليها كده ولا كده، اخليها وسطيه كده معقوله. طيب نعمل بقى التوبنج اللي هنحطه على وشها. قلت لكم في غني وفي العادي جدا اللي ممكن نعمله. اللبن المكثف مع الشوكولاته المبشوره، هنسخن اللبن المكثف قولي كده نص علبه، مش هنكتر ماشي، نص علبه بس نسخنها كده على النار. وهنا السكر البودره هنعمل له ايه عشان نخليه توبنج سهل جدا وبسيط. السكر البودرة هنقط عليه لبن معلقة معلقة كده، معلقتين كده، ونقلب. ده أسهل حاجة ممكن تعمليها ماشي. حطه كده عشان تعملي حاجة حلوة. سينابون ده كده مش مكلف معاكي خالص ماشي. نيجي هنا بقى، بص بسخن كده، حط حبه كمان عشان يبانوا. بس انا كده حطيت علبه اللبن المكثف كلها. طبعا لو انت هتعملي كلها شكل واحد طبعا العلبه يا دوبك تكمل لك الصينيه. بس عايزه اقول لك برده هتقولي ما هي مكلفه وعلبه اللبن غاليه والكلام ده كله، بس بالنسبه للي بيشتري، حاضر حاضر شيل لك واحده بالنسبه للي بيشتري من بره، لا هيلاقيها كل اللي عملناه تمن واحده مثلا. بس هسخن كده اللبن واروح حاطه بقى الشوكولاته. انا بس يسخن معايا بس انه يسيح شويه. القوام ده كده طبعا نيجي بقى ننزل هنا كده. بصوا الجمال بقى ده ما شاء الله. طبعا بقى عايز تحطي سوداني، عايز تحطي بندق، عايز تحطي اي حاجه